معانا على التليفون دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار. دكتور مساء الخير، وقولينا ايه الاسباب اللي ادت لارتفاع او العوامل اللي ادت لارتفاع عوائد قناه السويس خلال الفتره الاخيره، واهم الارقام اللي بتتوقف امامها؟ مساء الخير استاذ ريهام، في البدايه تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. مؤكد عده عوامل هي اللي بتؤدي لزياده ايرادات قناه السويس اللي بيعد من اهم موارد الدخل القومي في مصر. مؤكد انه اهميه قناه السويس بالتاكيد لها امرين، الامر الاول انها بتدر عوائد بالنقد الاجنبي، والامر الثاني انه هذه العوائد بتدخل في اطار الموازنه العامه للدوله، بالتاكيد بتحدث نوع من القدره للحكومه علشان تقدر توفي بالتزاماتها. ما يتعلق بزياده الايرادات كما اشرنا هو عده امور. الامر الاول هو السياسه المرنه في التسعير. اتصور انه الادارات المتتابعه لقناه السويس لديها تحليل وتقييم شامل لكافه المسارات البديله والايرادات التي تحصل من هذه المسارات، ومؤكد انه في اطار سياسه مرنه للتسعير، في اطار الدخول من في اطار الدخول في تحالفات مع كبرى التوكيلات الملاحيه على المستوى الدولي، مؤكد انه ده كمان بيصب في مصلحه تعظيم العوائد. الامر الثالث مؤكد هو ما يتعلق بانه الحكومه المصريه الحقيقه بحكم العلاقات الجيده اللي بتدخل في اطارها مع العديد من دول العالم، ايضا بيظل انه التعامل مع مصر بشكل عام ومن خلال قناه السويس وفي اطار استراتيجيه انه يكون قناه السويس مش مجرد ممر ملاحي، لكن كمان مهم انه تقدم لي الخدمات اللوجستيه الهامه. لكن خلينا نشير للعنصر الاهم والابرز اللي ادى لزياده العوائد، هو انخفاض زمن العبور وانتظار، وانخفاض ايضا فترات الانتظار في قناه السويس، وده اللي ادى من خلاله قناه السويس الجديده اللي تم افتتاحها في اغسطس 2016، بالتاكيد انه كان عنصر هام للغايه انه الملاحه لا تتوقف اذا ما تعطلت اي من السفن، وايضا عمليات التطوير والتحديث اللي بتتم على قناه السويس ما يتعلق بتعميق الغاطس علشان يتم استيعاب كبرى السفن العالميه وذات التكنولوجي الحديث. مؤكد انه دي كلها عوامل ادت لي انه قناه السويس تحافظ على ما تحققه من ايرادات، مؤكد انه ده كان امر هام للغايه.